جامعة الملك سلمان هي إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها من خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة، منها الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية. أيضا جامعة الملك سلمان بموقعها الفريد في محافظة جنوب سيناء وبالأفرع الرئيسية في منطقة شرم الشيخ حيث نتواجد الآن على مساحة 35 فدان، وفرع آخر في مدينة الطور على مساحة 355 فدان، وفي رأس سدر على مساحة 330 فدان. المميز في جامعة الملك سلمان هي ليست فقط الكليات ولكن البرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي، من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامج وقدرة استيعابها تصل من 25 إلى 30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية. إذا تكلمنا على جامعة الملك سلمان في فرع شرم الشيخ، نجد أن احنا في دولة أو في مدينة سياحية هامة، وبالتالي كان لابد أن ينعكس البرامج الدراسية المقدمة من خلال فرع شرم الشيخ على طبيعة المدينة، ومن هنا كانت كلية السياحة والضيافة ببرامجها المختلفة المعنية في إدارة الفنادق والمنتجعات، أيضا من خلال برامج لعلم المتاحف وإدارة التراث، وكليات للألسن واللغات التطبيقية حيث يتردد على المدينة كثير من الجنسيات التي تحتاج إلى تعلم كثير من اللغات بل آداب التواصل بين الثقافات واللغويات فيما بين الثقافات والحضارات، بالإضافة إلى كلية للفنون والتصميم وكلية للعمارة وكلية هندسة العمارة والفنون والتصميم ببرامج مختلفة مثل برامج الرسوم المتحركة وبرامج الجرافيك وأيضا برامج الخاصة بتصميم الألعاب. في كلية السياحة والضيافة ملحق بها فندق تعليمي يرتقي أن يكون من الفنادق المتميزة لتعليم وتأهيل الطلاب باحتوائه على غرف وأجنحة فندقية ومطاعم وكافيتريات ومغسلة ومطابخ وشركات سياحة لتدريب الطلاب وغرف اجتماعات وإدارة المراسم والاحتفالات. نموذج للغرف الفندقية والأجنحة الفندقية التعليمية من خلال الفندق التعليمي، هذا ما يتدرب عليه الطالب لكل مهارات وكل فنون الضيافة والسياحة حتى استقبال الوفود وترتيب المؤتمرات وتنظيم الاحتفالات الكبرى يوجد بها منظومة داخل الفندق التعليمي. في رأس سدر أيضا طبقا للطبيعة الجغرافية للمدينة، الدولة والجامعة اهتمت بكلية للزراعات الصحراوية لأنظمة مختلفة للزراعات الحيوية وصناعات التكنولوجيا الغذائية والتكنولوجيا الزراعية وبرامج للتنمية المتكاملة في من خلال المناطق الصحراوية وتنميتها، أيضا في كليات العلوم الإدارية وكليات علوم المجتمع وكليات أخرى طبقا للدراسة في منطقة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء. الطور القطاع الصحي متمثل في كليات الطب وكليات طب الأسنان والصيدلة وكليات الهندسة والصناعات التكنولوجية بالإضافة لكليات علوم الحاسب، ونلاحظ أن البرامج المقدمة من خلال كليات الهندسة وكليات علوم الحاسب ليست بالبرامج النمطية، بل نجد أن هناك برامج خاصة بعلوم الذكاء الاصطناعي وبرامج المعلوماتية الطبية الحيوية وعلوم الحاسب، أيضا هندسة الطاقة وهندسة المياه والبيئة وهندسة المواد والنانو والهندسة الميكاترونكس والأوتوترونكس. وبالتالي معظم البرامج التي يتم تدريسها في الكليات الهندسية أو الكليات الطبية هي برامج غير نمطية وغير مقررة حتى يكون هناك تكامل كامل بين الجامعات الأهلية التي مزمع إنشائها في المرحلة القادمة. هذه الجامعات أيضا من الهام جدا أنها تدار من خلال مجلس أمنا تم يعني التفضل بانضمامه إلى هيئة مجالس الأمة لإدارة جامعة الملك سلمان من الشخصيات المتميزة ثقافيا وعلميا وأدبيا وأكاديميا حتى يكون هناك عون دائم لرؤية التي ممكن أن تقدم من خلال هذه الجامعة. ما يميز هذه الجامعة أيضا والجامعات الأهلية الجديدة أنها جامعات من الجيل الرابع وهي جامعات ذكية بمعنى الكلمة.
أي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإنترنت في كل ما يتم تقديمه، بدءا من الكارت أو بدءا من بطاقة التعرف للطالب الذي من خلاله يستطيع أن يلتحق بالفصول الدراسية بالمعامل، يستطيع أن أيضا أن هو يتواصل في من خلال البرامج الدراسية المقدمة، الامتحانات الإلكترونية، كل ما يدار. حرم الجامعة مراقب بالكاميرات من الداخل ومن الخارج في على مدار ال 24 ساعة. يستطيع القائمين على مراقبة إدارة وتشغيل الزكي أن يروا كل ما يتم تحركهم داخل الجامعة، بل التحكم في درجات الحرارة والتحكم في إدارة المشتريات والأمور الأخرى مثل الامتحانات والملفات الخاصة بإدارة التعلم وإدارة الطلاب. إذن كل هذه المنشآت، وفي الحالة دي الحقيقة يعني أنا يعني هاخد كلمة من كلمة سيادة الرئيس، إحنا نستطيع إن إحنا نبني جامعات، ولكن الجامعات أو الحكاية لا تبنى بالطوب والأسمنت والفراغات، ولكن دائما الهام في هذه الجامعات هو المحتوى الذي يقدم والبيئة التعليمية التي تقدم من داخل الجامعات حتى يكون هناك إنتاج. عملنا يا فندم خلال الثلاث سنوات الماضيين بتكليف من سيادتك ومتابعة دقيقة في كل البرامج التعليمية بل كل المنشآت التي تمت من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أجد هذه الفرصة مناسبة لهذا العمل البطولي التي قامت به رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف على هذه المشاريع، لأن هذه المشاريع تم عمل عشرات الشركات الخاصة ومئات المهندسين وآلاف العمال وفرص العمل تمت من خلال إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في زمن قياسي. بدأ العمل على ثلاث أفرع لهذه الجامعة في سبتمبر 2017. أقل من ثلاث سنوات كانت هذه الصراحة العلمية الكبيرة منتهية على أكمل وجه، بل منتهية ومفروشة بالأجهزة والمعدات الحديثة جدا. بدأ العام الدراسي يا فندم من خلال وانتظم الطلاب من يوم 17 أكتوبر الأسبوعين فاتوا، وسعادة كبيرة لأعضاء التدريس والطلاب بالإمكانيات المتاحة من داخل الجامعة. ليست فقط جامعة، ولكن هي جامعة يوجد بها سكن للطلبة والطلبات وأنشطة طلابية متميزة جدا. في شرم الشيخ 250 غرفة، وفي رأس سدر 324 غرفة، في مدينة الطور 880 غرفة وملاعب وأدوات ترفيهية، حمامات سباحة وملاعب رياضية، حتى يكون هناك بيئة مشجعة للطلاب للإقامة داخل الكامبس أو داخل الحرم الجامعي. هذه هي منظومة التعليم العالي التي تعتمد على بيئة تعليمية وبنية تحتية وإنشائية ومعلوماتية، وده اللي احنا عملناه بشكل كويس. لكن ما ننساش ان هناك دور كبير لاكتمال المنظومة، وهي يعتمد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وهما الحقيقة هما دول الفاعلين في منظومة التعليم. يمكن أن ننشئ جامعات عظيمة، ولكن إذا ما اهتمناش بالعنصر البشري وتنمية قدرات العنصر البشري لتقديم ما يمكن أن يفيد الطلاب، وبالتالي عملت الوزارة مؤخرا على برامج تدريبية وتأهيلية لكل أعضاء التدريس سواء في الجامعات اللي احنا بنتكلم فيها، لأن كل أعضاء التدريس بيمروا بفترة طويلة من الاختبارات ومن التدريب قبل البدء الدراسة حتى نتأكد من القدرة التعليمية والأكاديمية والرسالة التي يمكن أن تقدم من خلال أعضاء التدريس والهيئة المعاونة. حتى الجهاز الإداري تم تدريبه تدريب رائع، وفي نفس الوقت نعمل على تدريب أعضاء التدريس في كل الجامعات المصرية على السواء، حتى يكون هناك منتج لهذه الجامعات من خلال المنشآت والبرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية، وهو بناء إنسان متحضر ومبدع وقادر على الابتكار. وهذه هي جامعات الجيل الرابع. إذا نظرنا إلى البرامج المقدمة من خلال الجامعات، نستطيع أن نقف عند مستقبل الوظائف ومهارات المطلوبة، وليس بعيدا. احنا بنتكلم على سنة 2025 في الورد ايكونوميك فورم قال ان حوالي 97 مليون وظيفة هيتم استحداثها، وده خبر كويس اذا استعدنا له، وهناك 85 مليون وظيفة سيتم تقريبا الاستغناء عنها او تقسيم العمل ما بين البشر والآلة، وهذه هي الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل. عندما نتكلم على 2025 نتكلم على معاد قريب جدا، يعني الطلبة اللي دخلوا السنة دي في الجامعات الأهلية هم اللي هيتخرجوا سنة 24 أو 25 عشان يبقوا جاهزين. فاحنا بالتالي باصين لمستقبل
الوظائف ومستقبل المهارات التي يجب أن تتوفر من خلال خريجي هذه الجامعات والجامعات المصرية الأخرى حتى يكون جاهز عند وصوله إلى سنة 2025 إلى الاستعداد الكامل للتعامل مع التغيرات المتوقعة من خلال سوق العمل.